سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ متى الراحة يا إمام أهل السنة والجماعة؟ قال: الراحة عندما توضع أول قدم في الجنة. ترى ربما الملتزم يجد شيء من الضيق، ربما المرأة الصالحة تجد شيء من الضيق، ربما يجد مضايقة في دينه. ترى يا غالي، هذه الأرض ليست دار جزاء، هذه دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.